صباح الخير. ناخذ الان شهيق عميق وزفير طويل كمان مره. شهيق عميق وزفير طويل مره اخيره. شهيق عميق وزفير طويل. نتخيل مع بعض طاقة بلون أبيض متلألئ تنزل على أعلى الرأس، الجبين، الرأس بالكامل، الرقبة، الأكتاف، تنزل على الإيدين، الرئتين، الظهر من الخلف، تملأ المعدة، تنزل على منطقة الحوض، الفخاد، الركبتين والساقين، تتحرر من أسفل القدم. ناخذ هلا شهيق مرة ثانية وزفير عميق. نتخيل اسم الله الوهاب بدأ ينزل علينا موجود داخل طاقة لونها أبيض متلألئ، بدأ ينزل على الرأس ويملأ جسدنا وهالتنا بالكامل. ناخذ هلا شهيق عميق ومع الزفير بتقوى الهالة علينا. كمان مرة شهيق ومع الزفير تقوى الهالة أكتر وبتكبر وبمتلئ في حقلنا الطاقي كله اسم الله الوهاب. الآن آخر مرة شهيق وزفير مع الزفير تكبر الهالة أكتر. نحط هلأ النية، أنوي بقوة النية والمعية الإلهية، برمجة جسمي وحقل الطاقي ومنزلي وبيتي وكل من أحب باسم الله الوهاب. أنوي إنه هالتي تستقبل جميع الطاقات الإيجابية وتطلع أي طاقة سلبية ما بتخدمني روحياً برا حقلي الطاقي بأفضل وأسهل وأيسر الطرق. ناخد شهيق عميق وزفير طويل. ابدأ يومك بذبذبة اسم الله الوهاب. أشوفكم غداً بذبذبة جديدة. شكراً للجميع.